وانا دلوقتي في مملكتي في المطبخ، احلى مكان في العالم، ومعايا جميلات المطبخ وجميلات المملكه. احنا هنخرج لان مملكتك دي لوحدك ما بيظبطش، احنا كمان ملكات في المطبخ. انا بقول اهو، انا بصوا حتى مش بتاخد المجامله، مش بتاخدها، مش بتستنى. لا هي مستنيه تاكل، عايزه تطفش وخلاص فيا بصراحه. يعني ايه الاخبار؟ عامل لنا ايه بقى؟ انا هفوت المجامله وهدخل على طول في الاخبار. ايوه بالظبط. فهعمل ايه النهارده؟ هعمل لازانيا مع شوقة الملايين، المصريين والعرب والاجانب والايطاليين وكله، لان هي عندنا شبهها حاجه، هي المكرونه بشاميل اكيد، بس اللازانيا فيها طعم كده مختلف. واللي انا هعملها بالذات دي طعمها مختلف. هندوق هنشوف انت بتقول اي كلام ولا لا؟ بس انا بس انت بالظبط انت واكله سيزون كامل قبل كده عشان هيك متحمسه ارجع اكل منها. فالنهارده هنعمل ايه؟ هنعمل لازانيا وكمان هنعمل سلطه خفيفه عشان احنا زهقانين من الطبخ. فالسلطه دي سهله جدا، وهي سلطه الحلوم. مجرد بنعملها دريسنج، نشوي الحلوم، بتبقى السلطه خلصت، بنرصها بشكل حلو جدا. تعالوا اقول لكم مكونات اللازانيا عشان ايه ما ياخدونيش في دوكا، ولازم اقول لكم كل المكونات. فمكونات اللازانيا هي شيتس بتاعه لازانيا او شرايح بتاعه لازانيا او باستا، جبنه بارميجانو او جبنه بارميزان مبشوره، جبنه موتزاريلا، ومكونات الراجو اللي هو صوص الطماطم مع اللحمه، هي لحم بقري وجزر كرفس وبصل، روزماري، طماطم كبيره متقشره ومتقطعه مكعبات من غير القشر والبذر بتاعها، كوب طماطم او كوب عصير طماطم، صلصه طماطم مكثفه، عصير عنب، زيت زيتون، زبده، ملح وفلفل، جبنه بارميجان تاني رشه صغيره ودي اختياري، معلقه صغيره جوز الطيب. مكونات بقى صوص البشاميل او صوص البشاميل بالايطالي، زبده ودقيق ولبن وملح وفلفل وشويه صغيرين جوز الطيب وشويه صغيرين كمان بارميجانو ريجيانو ودي اختياري. يلا بينا نبدا على طول في الطبخ. بس عندي سؤال، عندي حب فضول، ايش اكثر مطبخ بتحبيه؟ ايطالي، اسيوي، عربي؟ المصري. المصري محاشي بقى يوكل. ومنصحات محاشي وحمام وخلي بالك الممبار والحاجات دي انا بموت فيها. انا ممبار بقى بتاكلي الممبار؟ انا باكل كرش. انت عايز تقول حاجه؟ انا أيوه. هي نسيت الكيوب بتاعنا، انا برفع ايدي كده ويبقى انا هقول حاجه. ما شفتش انا خدت بالي، حسيت ان انت عايز تقول. انا وانتوا بتتكلموا كده انا هنزل اللحمه. يلا كملي اللي انت بتقوليه. في زيت زيتون هنزل اللحمه على نار عاليه جدا. فباكل الكرش وباكل الطحلات مع الكرش اللي هي الكرشه. الكرشه والطحلات بتهرجي؟ انا عايزه اقول لك ان الكرشه يعني انا هو كمصريه لا ما بحبهاش. انا هي الوحيده باكلها بس طبيخ ماما، ما باكلها برا. ايوه عشان هي ساعات بيبقى ليه صح. لو انا غلطانه برضو قول لي. بيبقى ليها الكرشه ساعات لازم تتنضف حلو، هي لازم تتعامل كويس. لو ما اتعاملتش كويس تبقى اصفر حاجه في العالم، لو اتعاملت كويس تبقى احلى حاجه في العالم. والممبار كده غساله الكرشه.